اول حاجه قبل ما نبدا عارف اني كان خاصني ندوي على هذا الموضوع من قبل، ولكن تعطلت لجوج اسباب. اولا هو كان عندنا ديجا فيديوهات كان خاصنا نبوستو نقول من هذا، وثانيا هذا الفيديو كيف ما غتشوفوا فراه متابعه ثلاثه الفيديوهات، فيه بزاف الخدمه بزاف ديال الديتاي، وكنت باغي نجيب لكم ليستوار كامل، ما تحتاجوا تفرجوا حتى شي بلاصه اخرى باش تاخذوا المعلومه كامله. ام اديتيا مزيان ما حتى وضحت هادشي كامل، نبداو في الفيديو ديالنا. Sean Diddy Combs was arrested tonight in New York City. It truly is about the Benjamin, as we see. Oh yeah, he literally. Then he was like, "Yo," he's like, "Yo, so yo, when we gonna get the chance to, you know, to kick it? Like, we could just hang out. Like, right. Yo, why don't we like go shopping or some shit? I mean, like, I pay for it." This nigga just said. Let's go. Are we gonna? Let's just go get some girls. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and. ما كاينش شي قضيه كتهضر عليها عالميا حاليا اكثر من القضيه ديال سين جون كومبس المعروف بديدي، الرابر الامريكي البروديوسر والمليونير اللي ضروري ما تكونش شفتي شي صوره ديالو مع احد المشاهير ولا لاعب ديال الكره، ولا فايتلك سمعتي بالتورط ديالو في مقتل كل من توباك وبيغي، واحدين من اهم الروابع عبر التاريخ. هذا الشخص اللي دخل لاندستري ديال الموسيقى ديال الراب في امريكا مع البدايه ديالها نزلوا عليه العديد من التهم دقه واحده بعد ما كان محصن ديال بصح. اللي قلت لكم التهم وحده بوحده ما نقدرش نبوست الفيديو، منقولوا انه عليه نفس التهم ديال جيفري نقولش كنيتو تاهي على يوتيوب. هو جيفري كان مهتم بالدريات الصغار، ديدي ماشي الدريات الصغار بل تدري الصغار واي واحد داير به، فين كيشد عليهم فيديوهات اوديوات ومقاطع باش يحمي راسو منهم من بعد. فهاد الفيديو راح ندوي على الموضوع من البدايه ديالو، شكون هو ديدي، كيفاش انه هو السبب في مقتل كومون توباك وبيغي، حتى القبض عليه حاليا وكيفاش داروا ليها، وعلاش حتى لدابا بالضبط عاد باش تشد. فراه داكشي اللي دار وقع هذيك اكثر من 20 عام. خذ ولا خذ لك شي حاجه ما تاكلي، شحال هادي ما درنا شي فيديو طويل، استمتعوا به وما تنساوش تخلوا معكم شي لايك شي كومونتير زوين، ونخليكم مع كوانيكس بيت اللي كتعتبر واحده من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفرق ديالك المفضله، وفين هي سبونسور ديال فرق كبار بحال الرجاء. ضروري من ثلاثة الشروط، الأولى ضروري تكون عندك أكثر من 18 عام، ثانيا اللينك اللي غنعطيكم كيخدم معاه في المغرب، وثالثا ما تنساش تخدم برومو كود ديالي اللي هو فرح 11 غيمكنكم من الحصول على 130 دولار بونوس، وزيدكم حتى واحد الجروب تيليجرام اللي كتعتبر أحسن واحد ديال التوقعات، شوفوا عدد المشتركين فيه راه فابور، فين غتلقاو اللينك ديالو في الديسكريبشن. إيديكاس أي واحد من الشاهد، وما عندناش مع الكسالى. نبداو الموضوع من البدايه ديالو، شكون هو هاد سين جون كومبس او ديدي؟ غنعيطو ليه ديدي حتى ساهله. ديدي غيتزاد نهار 4 نوفمبر من 1969، عقلوا على نهار 4 مهمه غنحتاجوها، غيتزاد بحي هارلم بنيويورك اللي من بعد هو غيتحول لحي ديال ماونت فيرنون. الوالده ديالو جانيس كومبس كانت موديل ومساعده ديال استاذها، بينما الاب ديالو ميلفين ايرل كومبس خدم في القوات الجويه ديال الجيش الامريكي، في نفس الوقت كان خدام مع تاجر المخدرات فران لوكاس. الاب ديال ديدي غيتيرو فيه وغي هو يلا عنده 33 عام، يعني غيخلي ديدي صغير فين غيكبر في ظروف وفي عائله ما فحالهاش، رغم انه من عائله فقيره حي فقير، بالاضافه لانه مسيحي كاثوليكي ديال بصح عقلوا على الدين ديالو مهم. فبالرغم من الصعوبات كامل اللي كان دايره بين الموت ديال الاب، فقر العائله الحي، قدر يتخرج من موسى مايكل اكاديمي، غيسميو على ديدي باف، راه هي على سميتو باف دادي ولا ديدي ولا بي دي دي من بعد، حيت مي كان صغير مي كان كيتعصب كان كيدير هاف اند باف بلونغ اللي هي ديك كان كيدير بحال هكا كيتنفس بالجهد، دونك ديك تسمى بوف، سمعوا علاش كمين كان كيتعصب كان كيدير مين كان صغير، داكشي علاش بوف ديدي. موراها ديدي غيلتحق بجامعة ديال هاوارد، ولكن غيخلي قرايته في العام الثاني، سرعان ما غيخرج يقلب على خدمة، في 1990 غيلقى ستاج في الليبل ديال اب تاون ريكوردز، اللي خدم فيها كتالنت ديريكتور، يعني هو من 1990 هو كيعرف يراقب المواهب وكيعرف شكون هما لي زارتيست اللي عندهم موهبة ويقدروا يوصلوا لشي حاجة. اب تاون ريكوردز غيجريو عليه 3 سنين من بعد، أي في 1993، تما فين غيمشي هو وغيكري الليبل ديالو الخاصة، واحدة من أشهر الليبلز في تاريخ الراب الأمريكي، اللي هي باد بوي ريكوردز، وسرعان ما غيخرج يبدا يقلب على المواهب. ديك الساعة كان واحد الفتى معروف كيدير لي فريستايل سميتو كريستوفر والاس، المعروف بنوتوريوس بيج او بيجي، اغلبيه فيكم كيعرفهم، رابر اللي غتنفجر الشهره ديالو ملي غيسيني مع باد بوي ريكوردز. مورا بيجي غيبقاو يسنوا مع بزاف المواهب ولي زارتيست، في كيف ما قلت لكم ديدي كانت عنده الموهبه ديال انه يعرف التالنت في شي واحد، على راس هاد لي زارتيست اللي سيناو معاهم في هاد ليبوك يوشر. بينما كانت الليبل ديال باد بوي ريكوردز في الايست كوست اي في نيويورك، كانت المنافسه ديالها في الويست كوست اللي هي ديث رو ريكوردز، الليبل ديال توباك واللي كانت في لوس انجلوس. هاد الليبل بجوج غتكب
كبر العداوه بيناتهم من بعد واحد الايفنت دار في 1995 ديال الراب اللي فيه ديترو بما ان كان فيها اشهر رابر ديك الساعه وباك غدي احسن ليبل من الفونداتور ديال ديترو اللي كان هو شوك نايت ديك الساعه. هذا الشخص تا هو كيموت على المشاكل خاصه فيديو راسو غيطلع وغيبدا اتاكي باد بوي ريكوردز. من تما تشدات العداوه بيناتهم ومن تما غيبداو المشاكل. باش تفهموا السيناريو هذا ديترو اللي فيها شوك نايت كرئيس ديالها وتوباك وعندنا باد بوي ريكوردز اللي فيها بيغي فيها الرئيس ديالها اللي هو ديدي. توباك باعتبار في ديك الوقيته اشهر رابر واكثر واحد نجاحا راه كان هو الانسبيراسيون ديال بيغي تخيل وكيحترمو بزاف. توباك فواحد النهار مورا ديك الحادثه ديال الايفنت غيتعرض لعده طلقات هذا السنسور فين غينجا من اعجوبه ولكن نظرا لديك العداوه اللي تخلقات بيناتهم توباك غيتصحاب ليه انه اللي يقدروا يكون هما اللي داروا فعلا باد بوي ريكوردز هما اللي داروا على راسهم بيغي. تماك فين يخرج واحد ديستراك تاريخي ايقوني للحد الساكن اللي كيعتبروا احسن ديستراك عبر التاريخ اللي عنده كليب في يوتيوب واللي سميتو هيري ماب اللي اتاكا فيه كلشي بيغي ديدي باد بوي ريكوردز كلشي. بعد مده في لاس فيغاس توباك غيحضر النزال ديال مايك تايسون وهو خارج غادي في حالته وقف واحد الفروج بطوموبيلته تفاجئه غتوقف حدا طوموبيل اخرى غيشوفوا فيه وغيبداو يتيروا فيه وتماك فين يفقد توباك الحياه ديالو وغنخسروا واحد من اهم الروابط اللي التراكات ديالو باقي لحد الساعه كتسنطنهم الناس في الغي فرق الحياه نهار 13 سبتمبر 1996. عام وراها في حادثه مشابهه غيكون غادي ديدي بيغي والغارد كور ديال بيغي. ديدي غيقول الغارد كور اجي معايا انا خلي بيغي يمشي بوحدو. غارد كور ما غيبغيش في الاول ما غيبزز عليه قال لي الا مشيتيش معايا غنطردوك. ركب مع ديدي ويبقى غادي بيغي بوحدو في نفس الحاجه غيوقفوا قدام واحد الفروج غتجي طوموبيل حداه وغتيري بيغي في سيناريو مشابه ولكن يعاود نفسه اللي وقع لتوباك و بيغي تاهو غيفقد حياته نهار 9 مارس من 1997 عام مورا توباك. كل اللي غيقول اوه واش ديدي مسيني مع بيغي هو اللي كيصايب ليه موسيقى علاش شنو السبب؟ كلكم عارفين ان واحد الارتيست الا كان عندك الحقوق ديالو انت اللي كتستافد من الموسيقى والمداخل ديالو ملي كيفقد الحياه هاد المداخل غيتضعفوا بزاف الا كان فقد الحياه وداكشي اللي دار حيدو خصوصا انهم مابقاوش مفاهمين فحال الاول. المهم ديدي ترفح ديال بصح عن طريق الليبل ديالو والاستثمارات الخارجيه اللي كان كيدير امر اللي خلى كل مره يزيد من لي كونتاكت ديالو ويوصل اكثر الناس نفوذا وشهره خصوصا في الاندستري ديال الموسيقى. يمكن هادشي اللي كيفسر علاش علاقته قويه مع كل من جيزي اكثر شخص حاصل على جوائز الجراميز واغنى رابور في التاريخ لا هو لا بيونسي. في واحد الملاحظه اللي لاحظوها بزاف تقدر تصدمكم ديال بصح هي انهم كلهم مزودين نهار 4 من شي شهر. نعطيكم مثال ديدي مزود نهار 4 نوفمبر من 1969 جايزي مزود نهار 4 ديسمبر من 1969 وبيونسي مزود نهار 4 سبتمبر من 1981 كلهم 4 4 4 لدرجه ان جايزي في واحد من التراكات ديالو الاغاني ديالو غيسميها 444. التيوري كتجمع واحد التيوري اخرى حتى عندها علاقه بالارقام. لاحظ معايا وشوف مزيان الا مشيتي الاغنيه ديال شي نوز ديال جي كول دقيقه 308 كتقال سميت اليا ليفت اي ومايكل تقولي وين جبدهم شنو الغريب هما هاد الناس كاملين وكاملين نهار 25 من شي شهر. نعطيك مثال اليا مات نهار 25 اوغست من 2001 ليفت اي مات نهار 25 ابريل من 2002 ومايكل جاكسون في الحادثه الشهيره نهار 25 جويلية من 2009 فين كيقولوا ان ديدي متورط في هذا الشيء نظرا لان بزاف بالفريق ديال مايكل مثلا كالسيكوريتي ديالو اللي بقى معاه حتى لاخر لحظات ولا خدام مع ديدي. ولكن شنو كيعني الرقم 25؟ رقم 25 اخوان يقدر يصدمكم هو النهار اللي على حسب المسيح اللي قلت لكم هي الديانه ديالو زاد فيه المسيح عيسى نهار 25 يعني هو كيبغي كونتراديكتي هذه القضيه يعني المسيح زاد نهار 25 الناس كيموت نهار 25 وكيبقاو تاويلات ونظريات والله اعلم. محدي وضحت لكم هذا الشيء ندوزو لنقطه اخرى. طول المسيره ديال ديدي تنعت ليه على انه ولانه كيمارس مع الدراري الصغار خصوصا في جوج حالات. الاول اللي تنعت ليه هو يوشر نسينا في ليبل ديالو متخيلوا معايا راجل عنده 23 عام مع مراهق عنده 13 عام كيفاش تكون الصداقه ولا لا؟ مشي عيوشر بوحدو. التاني اللي خدا شهره كبيره واكبر هي ديال جاستن بيبر اللي ديجا كان خرج عليه واحد الفيديو مع ديدي كيعطيه لامبورغيني في عيد ميلادو 15 ابارات. شوف واحد الفيديو اخر كيبان فيه كيدوي مع جاستن بيبر كيقول لي علاش ما بقيتيش كتجي عندي اصاحبي فين خبرتي وحنا كنتوحشوك اجي عندنا الى اخره. قال لي راه ديما حاولت تدوي معايا عن طريق المانجر ديالي ما عندكش نمرتي الخاصه. كتلاحظ انا جاستن بيبر مرتبك ما قدرتي يدوي مزيان عطاه نمرتو بزز. وفيديو الثالث اللي خرج هذه المره جاستن بيبر كبير شويه كتلاحظ فانه مي كان كيعنقو كيشوفو هز مايكات وكيقص بواحد الطريقه غريبه. غنكون حطيت لكم لقطات. هذا الشيء كنضيفو ليه الاغاني اللي خرج جاستن بيبر خصوصا في الفتره الاخيره ديالو وجوج اغنيات بالضبط اللي هي اغنيه يامي بحال كيصيفط فيها دي ميساج كيفاش غادا الاندستري والاغنيه ديال لونلي اللي كيقول فيها بالحرف انه كان خاصو يعيش شي حوايج قاصحين ديال بصح باش يوصل الشهره والفلوس وهو صغير. يمكن من هاد الحوايج اللي كان خاصو يعيش هي يعيش داكشي مع ديدي. ديدي كان عنده ديور في كاليفورنيا نيويورك فيرجن ايلاندز وفلوريدا الديور اللي لا تبعتوا الفيديو اللي درت لكم على جيفري كيتقاسموا نفس المناطق هو وياه. وعادوش حاسب اخر الاخبار اللي خرجوا عاد دابا مؤخرا هي انه في واحده من الدور ديالو اللي قلبوها في البيت ديالو لقاو عنده نفق وتونيل كيدي
دي تونيل اخرين وديور اخرين وبلايص اخرين. يعني كاين فيلم كبير هنا, كاين واحد السر من اكبر الاسرار اللي عمرو ما عرفاتهم لاندستري ديال الموسيقى, وغادي نعرفوا لي ديطاي غيبقاو يخرجوا نهار على نهار. المهم هاد الديور كيقولوا انه كان كيستغلهم باش يدير حفلات مسطيه بحال دوك الحفلات ديال اللبس البياض الى اخره, اللي كتسني فيهم كونطرا قبل ما تدخل, انك اي حاجه شفتيها ولا عرفتيها ما تخرجهاش لبرا ولا غتمشي للحبس. فهاد الحفلات على حساب ما تسرب كيتحداو فيهم مشاهير مغنيين يمارسوا مع بعضياتهم, يديروا شي حوايج مسطين مع بعضياتهم, كيكونوا مدروغين. في من بعد كيتبادلوا فيهم خدمات دي سيرفيس دي فافور الى اخره, راه هما الاكثر شخص انفلونس. بزاف المشاهير ملي تشدي دواو على هاد الحفلات, منهم الممثل جيمي فوكس اللي تكون ضروري خرج لك شي فيلم ديالو. ودابا ندوي على واحد الشخص اللي عاون بزاف باش هاد القضيه تفضح, اللي هو العدو اللدود ديال ديدي. كان العدو ديالو الاول اللي هو 50 سنت. في العدو ديالو مبني على جوج احداث, الاولى هي ان ديدي واحد نمشي عند 50 سنت عرفوا شنو قال ليه, قال ليه يلا نشري لك الحوايج وانت الله فيك, نتوما عارفين الكاركتير ديال 50 سنت. قال لي شنو, كان غير ضارب معاه. هادشي غياكدوا 50 سنت في هذا البودكاست اللي خرج فيه, وغياكدوا حتى ديدي بانه اوفر عليه هادشي. قال لي انا اوفرتي داكشي من باب اخوه والرجوله, بغيت نتهلا فيه. السبب الثاني والحديث الثاني هي ان ديدي معروف عليه انه كان عنده بزاف الصديقات, اللي منهم جيريفر لوبيس البديه ديالو, منهم كيسي اللي غنتعرفوا عليها, واللي منهم دافني جوي اللي هي مرات ولا الاكس ديال 50 سنت. هو هادشي يقدر يكون خلق عداوه زايده بيناتهم. 50 سنت من اسوء الناس اللي تقدر تخليهم عدو ليك. تخيلوا معايا, راه حاليا مسيني ديل على الله بشحال باش يصيب دوكيومونتير مع نتفليكس على القصه ديال ديدي, فين هو من ابرز الناس اللي شهروه. و 50 سنت ديما كيضحك على القضيه من نهار بدات, فين ما كيبان شي ديتاي يخرج كيضحك عليه. بحال مثلا مؤخرا كان كيضحك على الرابر ميك ميل بعد ما كان تسرب واحد الاوديو يمكن اي اي كيف ما كيقول هو يا انه مع ديدي الى اخره, مشى فايرل. ومن بعد قال لهم نخلص 100000 دولار لاي واحد يقول لي شكون صايب هذا الاوديو ولا شكون بغى ينشر هذا النيوز عليا, فضحك عليه 50 سنت. دوزو دابا لوحده من اهم الوقائع اللي كانوا غيوقعوا لديدي واللي كانت تخرج عليه ديال بصح. نهار كان في الاوتيل مع صاحبته كيسي 2016, تبعها بفوطه في الكولوار الى اخره, شد هو يضربها. هادشي شدته كاميرات المراقبه, مي ديدي ما خلاش داك الفيديو خرج في ديك الوقيته, خرج هذاك العام. نظرا لانه صحاب الاوتيل شافوا ان كيسي رجعات مع ديدي, نظرا لانه دفع لهم مبلغ كبير بزاف باش ما يبينوش داك الفيديو ويخبيوه ويمكن هددهم كاع. غادي يبقاو فحال هكا كيجيو وديدي كيسكتهم حتى الاواخر 2023, فين غتدرون عنده بالضبط نهار 16 نوفمبر من 2023. كيسي نيت هي اللي غترفع عليه دعوه بعده تهم انه كيعنفها, انه كيتاجر فيها باش تمارس الجنس الى اخره الى اخره الى اخره. ولكن الدعوه غتمحى في 24 ساعه, فين خلص لها مبلغ ضخم وهائل ديال بصحه. فتصاحبات الدعوه فحال ما كاين والو, هي فيقات بزاف الناس خصوصا المراوات اللي عانوا منه. فسيمانه مورا نهار 23 نوفمبر من 2023 غيتزادوا جوج دعوه ضده بنفس التهم. جوج سيمانات مورا تقريبا نهار 6 ديسمبر من 2023 تزادت دعوه من امراه اخرى بتهمه ان ديدي خطفها في 2003 ملي كانت عندها 17 عام ومارس معها. في نفس النهار ونظرا لقساوه الاتهام, ديدي غيخرج في انستغرام ديالو اول مره اللي غيجاوب ديال بصح بوست كيدافع فيه على راسو وكاين فيه هادشي. القضيه بقات فحال هكا فلو حتى لفيفري من 2024. فيفري من هاد العام غتزاد دعوه خامسه ضده, وهذه هي النقطه اللي افاضت الكاس وكان قريب ليه دونك ما عنده ما ينفي. فين تابعوا الميوزك برودوسر ديالو عقلو على سميتو مزيان ليل رود وفتحوا ديال بصح وهي اساس الاتهامات كاملين ديال انه ملون الى اخره. فين قال ان ديدي كان كيدروغي وخاصبو اكثر من هادشي, كان كيبزز عليه يمارس الجنس هو كيفيلميه. في جوان من 2024 اي هادي تقريبا شي 3 شهور خلص 100 مليون دولار غرامه لديريك ليكر ديال سميث اللي دعا ديدي حتى هو على انه خاصبو. شهر موراها اي في جويه من 2024 ادريا انجلش دعا ديدي بانه كان كيتاجر فيها في حفلات المشاهير اللي كانوا كيجيو كيقول لي بغيتي هاك الناس معاه الى اخره. وهاد الشهر هذا سبتمبر من 2024 الارتيست داون ريتشارد اللي كان مسيني معاه في باد بوي ريكوردز دعا ديدي على انه ابيوزاسي يالمو وزيد 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 من التهم. دابا ما طاح كلشي اللي عنده مع شي حاجه غيجي طلب حقه. ديدي غيتشد نهار 16 من هاد الشهر 16 سبتمبر غادي جوج سيمانات تقريبا في مانهاتن فين تنسبوا ليه عشرات التهم. تخيلوا ما يبغي يعطيهم 50 مليون يبقاو مراقبينه وكلشي غيخرجوه من الحبس مابقاوش. فين هو مشدود غيتزيدوا عليه التهم. نهار 24 سبتمبر غادي سيمانه تقريبا غدعيه مراه اخرى بتهمه ان السيكوريتي ديالو دروغاها وجابها ليه باش يمارس معاها. 3 ايام مورا نهار 27 سبتمبر غادي 3 ايام غدعيه مراه اخرى عاوتاني تهمه انه دروغاها وحملها كاع فين بزعوا عليها طيحوا بيان سيغ. راه دخلوا على ديورو كاملين وقلبوهم. في الفوحده فيهم لقاو ما يقارب ال 1000 قنينه ديال زيت دراري الصغار والبيبي اويل داكشي اللي كتلقاو الميمز والريز كيضحكوا ديال الزلايك وكذا. شنو غيدير شخص عادي ب 1000 قرعه من هذا الشيء؟ محامي ديالو بغى يقاد تصدقها مرونه قال لهم راه كان كيطلب بالجمله ساعه ما عنده ما يخبي يعني كان مريض بداك الشيء. اللي غيقول راه من 2000 هو كيدير هادشي علاش شدو حتى 2024؟ كنظن انه كان شي واحد فوق منه حامي ديال بصح هاد الواحد يكون عصبو ولا قلقو ويقول ليه هاك تحاسب. امر اللي ينفعو كثر في انه يخبي داكشي اللي دار هو كانت عنده يد في شركه ديال ريفولت ديال الدعايه واللي عنده علاقات كبيره مع مختلف الميديا
والصحف والإذاعات اللي كانوا كيغطيو عليه، ولكن المشاكل تزامنوا نوعا ما مع المشكل اللي كان ناض ليه. ما عرفتش كتنطق في حلقات ديال جيو شركه وماركه الكحول، في مين كان معاهم خرج بغى يدير الشركه ديالو بوحدو ما مشاتش ليه ويدعيهم سبب الفشل ديالو فيهم. يعني تزامن هادشي مي على حسب ما قريت مؤخرا في جونفي حلوا المشكل اللي بيناتهم وداروا زعما كانوا غاديين بيس. السؤال هو شنو يقدر يوقع دابا لديدي؟ واش يقدر تعاود السنه ديال جيفري يلقى في الزنزانه ديالو ديال شروينه؟ جواب هو على حساب. فرأي الا كان ديدي شاد فيديوهات وبلانات على ناس مشهورين ومعروفين ما يقدروش يوصلوا لذاك الحد، ولكن الا كان شادهم على سياسيين وناس ذات بوفوار كون على يقين انه هادشي اللي غيوقع ليه. ما حنا غنشاهدوا محاكمه طويله. فرا كيف ما قلت لكم دابا مؤخرا اليوم لقاو انفاق كيديو لشي بلايص اللي في اي ما معروفينش، دابا نشوفوا لي ديتاي اللي غيخرجوا. اخر حاجه كنبغي نذكرها هي ان فئه كبيره من الناس كتبغي تقول انا ديدي اللي تقدم للبوليس ماشي هو ديدي الحقيقي بل شي واحد فيك، نظرا للشكل ديال راسو كيفاش كيبان، كيبان مختلف. هو ديدي اللي طالع ما شفناه وهو ديدي اللي تقدم عند البوليس وصوروه، كيبان لك شويه كيشوف هذا الفرق. نتوما علاش كترجعوا هذا الفرق؟ واش يقدر يكون فيك ولا داك الشيء غادي بحال هكا؟ فراد ملي كيوصلوا لهاد النيفوات هذا توقع اي حاجه. سو الى وصلتي حتى لهاد المرحله من الفيديو بغيت تكومونت لي السلامه بحال هكا باش تفرجتي حتى للخر خليك القلب علاش لا جاوبكم على الكومونتير ديالكم. هكا الاخوان كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، نتمنى يكون صحتكم كلشي كاليدر بالسوجي. ما تنساش تشد الفيديو تصيفطوا لشي واحد باغي يفهم نظرا للمجهود، وخلي معاك شي لايك وتشد الفيديو بالضبط كومونتيو فيه كاملين باش نكملوا في هاد الريتم هذا ونجيب لكم فيديو طوال مره الا شفت السيبور. وهذا ما كان معكم فرق لايف، نتلاقاو فيديو الجاي. تهلاو في راسكم. تقولي مي امور كنقولي اكارينيا عمري شفشي تشيكا بحالك هكدا ونيا مكرتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا لازم جاري معنا فحالنا تزاد